لبن وقصص جايز ما انتم شايفين. هلا والله لا خليكم معي لي لا تروحوا لعنده لقلو. لا عندي ما كانوا شايفين جايز مثل ما لكم شايفين جايبين لبن. احذروا ليش؟ لانه اذا لفيتوا الكاميرا لتحت شوي رح تلاقوا في عنده محار. على فكره هي قناته هو اللي حاطها. اوكي سوري كمل خلص كمل يا اخي جايز. المهم جبنا اليوم لبن هيك عشان يشوفوا لنا جايز. لا تلفوا لهذيك الجهه لان حتشوفوا انه اضاءه كثير قويه تمام. فخليكم انتم على هاي الجهه تمام. حاليا مثل ما انتم شايفين في جايبين لي الشباب. انا مو شباب. شابات. شباب وشابات. شباب هو واحد. شاب شاب والبنت. شاب وبنت. انا حسب على الشباب ان شاء الله بدنا بنت بالشله. اوه لازم نتجوزوا لبيت. ايه بليز. لازم نتزوج مشان نجيب بنت؟ ما فيني اجيب بنت وخلص؟ اخذك حق تتجوز بتجيب بنت. تجيب بنت بدون ما تتجوز هذا ما يجي. لا مش بنت. هو قصده يجيب بنت على الشله مو يجيب بنت. اوكي. مش جيب بنت. بيبي. اوكي. لانك انت اليوم انت اليوم نزلت ستوري انك مشتهي يعني البيبيات الاولاد وهيك. مشان تلبسوا صرماية. مشان تلبسوا صرماية. المهم. المهم جايز فيس في تحدي عم يعملوه زياد وسارة على قناتهم فانا بدي اعمله 360. عشان تشوفوا الفضايح كلها بدون كت. مشان تحسوا بالطعامه. عشان تحسوا بالبهدله اللي بتصير. عشان تشوفوا رياكشن على وش كل واحد فينا بعد ما نأكل. يس سو جايبين اثنين حار، اثنين عندهم حار. وحده عاديه طبعا. وحده عاديه مبينه هاي العاديه يعني تمام ممتاز. تبع عيونهم من الريحه. سو هلا بدنا نلعب حجر ورق مقص. اوكي. صح؟ مضبوط؟ نجرب؟ اوكي. تمام؟ حنشوف مين حيفوز. طبعا مشان اشرح لكم اكثر هلا احنا حجر ورق مقص. في واحد منا حياكل عادي واثنين حياكلوا حار، اللي بيخلص اول بيعزم الثاني؟ بيعزم الثاني تمام؟ على نصره. على نصره. بس هي مش هون الفكره، هي مش قصه العزيمه، هي قصه انه حنتخوزع نحن يعني، يعني انك تاكل حار وتخسر تعمل عزيمه تعمل عزيمه وتروح مشفى وهون مصيبه. انا رايي ننسحب بكرامه. انا برايي حتى ولو اكلنا هي رح نروح مشفى. هو مش الحار غمزني يعني. اوكي. اوكي. رح نلعب حجر ورقة مقص. اوكي رح نلعب حجر ورقة مقص. عم صور انا؟ لا ما عم صور. اوكي رح نلعب حجر ورقة مقص. واللي بيربح بياخذ هي. اوكي. والاثنين بياخذوا هي. اوكي يلا. انا معكم حجر. ايه لك لعب ثلاثة. ايه بتلعب ثلاثة. ثلاثة اوكي. حجر ورقة مقص. شو هاد؟ نار. اوكي يلا. حجر ورقة مقص. لا ما في نقطة والله موجودة. لا في ووتر بليون كمان. افرن. ايه حجرة ورقة مقص. طلع غيث برا. طلع غيث برا. ليه؟ يعني انت احد. لا ما بصير. طلعت برا. ما بصير هيك. انا اول وحدة انا بسكن انتوا الاثنين. اوكي اخر مرة رح نعيدها. حجرة ورقة مقص. زياد برا. لا انا اول مرة انا ربحت. لا انا اول مرة. خلص اخر مرة بنعيد. استنى انت ما ربحت ولا مرة. لا ربحت. انت ربحت مره وانا ربحت مره. اوكي هلا انا لا هاي كانت الثالثه. لا انا ربح مرتين ماني مضطر. اوكي 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 رح نعيدها. اسمع رح نعيدها عن جد هالمره. ما في لا وانت خسرت. طيب وهي فزت. انا لا وانا اللي قبلها فزت. هلا انا ها. لا لا والله لا والله لا والله. طب ليك وليك وليك اسمع. لحظه 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 انا ربحت مرتين منطقيا. عندي حل احسن. شو؟ نعمل قرعه. اوكي بنعمل قرعه يلا. اوكي عم نكتب على المحارم. أيوة. واحد واثنين وثلاثة. لا حتكتب هي... ساره زياد. لا هي هي اول وحدة اللي انتم شايفينها. ما بعرف كيف كنتم تشوفوها. كيف بدنا نشوفوها؟ شايفينها. اوكي هي واحد اثنين ثلاثة وهي اثنين وهي ثلاثة. كأنك حطيت القلم. لا 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 انا حسيت هيك حسيت. رح نكتب رح نكتب على المحارم واحد اثنين ثلاثة وكل واحد بيسحب محرمة. كل واحد بيعطي اسمه. كل واحد بيسحب محرمة اللي بيطلع له الرقم تبعه دغري بيباشر طعام. اصلا محطوطين يعني شايف شلون هي قدامي؟ حبيبي ما لي علاقة انا، اوكي، هي رقم ثلاثة. طيب بس انت حاسك حتغش. لا والله العظيم. خلي كل واحد يضب ورقة. اوكي، سارة حتسحب أول شيء. أنا حارميهم على الطاولة بعدين كل واحد بيسحب. اوكي، الواحد والثلاثة هن الحدين. الواحد والثلاثة هن الحدين، الاثنين يلي هو اثنين ثلاثة. العم خلوا لي آخر وحدة، أنا ما حأفتح. يا الله يا الله. غيث شو رقمها؟ كذابة. ثلاثة شيت. لا لا ما بلشنا ما بلشنا. انت قلت لي بلش. لا عشان بطل كذاب. اقسم بالله كل لبن لبن لبن. اوكي جايبين لبن كمان مشان زياد كثير حرر. كذاب والله كثير حرر. كذاب والله كثير حرر. معقول الحظ يا الله
زياد لمسته بشفتي بس. والله العظيم مثل النار. زياد لمسته بشفتي انا. شو رايكم انا اعزمكم على عشاء ونخلص اللعبه؟ لا لا ما بيصير. تحدي تحدي. انا وحده لكن وده الوحده. تحدي تحدي ولازم نعمله. لا تبلش لا تغش لا تغش لا تغش يا لا تغش. بلعتها وشربت لبن ولسه عم حس الحد بتمي. اوكي هي لبن لغيث وهي لبن لالي اللي بيفتح لاسعه. ايه تلسع يعني مو طبيعي. اوكي اللي حيشرب اللبن حنبلش هلا انا وياك. اللي بيشرب اللبن بيكون دغري خصي. اوكي تمام. لا 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 ما بيصير. ما بيصير بيخسر. طيب لا لا ما بيصير. اوكي طيب طيب عشان كان صعبة أكثر بدال العزيمة عند نصرت العزيمة على برج خليفة على عشاء. أنا ما بكره. أوكي أوكي ده 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 خلينا صعبة أكثر بدال العزيمة على برج خليفة العزيمة على المريخ. مو هلا صار في رحلات سياحية على المريخ؟ تأخذنا رحلة سياحية أنا وسارة. يا زلمة ما بكره والله. ما كتير عزيمة على المريخ. شيء يعني 100,000 دولار على الشخص يعني. ما مين قال لك 100,000؟ بلا مين قال لك 100؟ مليون كذاب. مليون و 500,000 الرحلة. خليني اكل لكم. بس كيف النودلز والله طيبة ما؟ اوكي دقيقة لا لا تقلق. والله والله عن جد عم بحلف انه لهلا طعمة الحد بتمي من هاي ما بعرف كيف عم تاكلوا. عن جد ما ندويني هاي. والله زعلت عليكم. طيبة؟ طيب يلا يلا غيث خلينا نبلش. والله زعلت عليكم. يا جماعة يا جماعة 360 شايفين شو الوضع؟ شوفوا لي غيث إذا بيغش ولا لا عشان تشوفوا مين اللي قلبه صافي ونقي وطاهر ونظيف. فورا سحبت رقم 2. أنا هعمل حالي إني ما شفتك شربت لبن. هعمل حالي أنا ما شفتك. العين بالعين والعين بالعين والسن. لا ما بصير تشرب ما بصير ما بصير. وحدة بوحدة أسكر يلا. واحد بعد ما كنت اثنين ثلاثة نزل واندل يعني ما بعرف شو بدي احكي. الله بيحبني والله انا تخيل انا اللي كنت اخترت فورا عزتكم انتم اثنين. اسمع لازم نلاقي حل ثاني لان الوضع جدا سيء. ما بعرف شو الحل. ما معقول انسحب انا وياه كانه اللبن ما عم يشتغل. طب اوكي انا عندي حل. شو؟ طب معقوله ما ناكل يعني؟ طيب عندي حل. شو الحل؟ نلعب اسئله. اوكي شو اسئله؟ واللي بيجاوب غلط بده ياكل. واحد بينفوز. ساره اللي بتسال. اسئله عامه ما مشكله. اوكي طيب ماشي. عادي عاصمه شغله بلد شغله اي شيء. اللي بيخسر اللي طلع لكم اسئله صعبه. ما بدنا اسئله كثير صعبه كمان. بدي اسالكم شيء تعرف انا ما تعرفه. طيب تمام ايه وعشر اسئله. اوكي عم تنكش فيني. كنت بدك تعميني حدا قبل شوي ولا ابدا. عشر اسئله. لا يا جماعة عن جد انتم ما تكونوا متخيلين الحد اللي فيها قسما بالله مو طبيعي. انا صح اكلت واحدة بس لهلا تنعم يحرقني. بعرف وانا هنا. قاعد شوفوا لي عندكم شايفين انتم المعالق هون. انا نوب الكاميرا عن جد. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين. قال شو عم تحكي سيرة؟ اسمعوا سؤال. عقرب من انواع العقارب لا يمكن ان يلدغ احدا ابدا وين بتلاقوا؟ بالساعة. اوه كفو كل لقمة. لقمة كبيرة. لا 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 غيث لقمة 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 مثل اللي اكلتها من صحن سارة. شو بوها مين حط فيه درهم؟ لقمة. لسه ما حطيت الشوكة بالشو اسمه. اوكي كل سؤال غلط بلقمة. عبيت هذا التحدي. اصبر اصبر ما بتكفي. اوكي ما بتكفي. انت بيطلع لك لقمة من هاي لانك اوكي ربحت. دقيقة دقيقة. اوكي السؤال الثاني. الشيء اللي بتقدر تعمله بحياتك بدون ما تبذل اي مجهود. تفكير. نو. لا تفكير. لا الحب. لا تفكير. مجهود للحب حبيبي. شيء شو شيء بيصير بسهولة بحياتك لانه ما بده اي مجهود. تنفس. لا تنفس. انت قلت شيء بس تفكير. شيء يمكنك ان تقوم به دون ان تبذل اي مجهود في حياتك. تفكير. سفر. لا صعبه كثير. صعبه؟ ايه
بس يعني منطقية يعني شرب المي شيء بيصير بحياتك إذا أنت قاعد ما تبذل أي مجهود شم شيء بيصير معك سمع. خلوني أحكي قاعد ما عم تبذل مجهود شو بيصير لك أنت اسمع عم فقه إذا إيه أنت هيك قاعد ما عم تعمل شيء بحياتك شو بيصير فيه سارة عم تتحرك شو بتجن بتملي نعم جني بتملي فكري تنعسي نامي بتجني طب معناتها أنت تنحي حياتك لا ما عرفت الجواب لا ثاني إلا ما نعرف لا ما بيصير إلا ما نعرف غيث حيعرفها هلا رجعي لين قاعد شخص يقضي حياته قاعد ما عم يبذل أي ممل شو بتسميه كسول لا نو لا قرب كسول لا مو كسول خمول لما تقعد تقضي حياتك ما عم تعمل شيء أنت إنسان بالي غير مجدي غير كلمة واحدة هي مو يعني إنسان فاسق كول بس السؤال غلط سؤال ثاني لا والله ما هو سؤال ثاني سؤال غلط اصلا سؤال غلط يلا سؤال غلط انه شيء ايش كان هو السؤال اصلا نسيت شيء بتعمله انت قاعد ما تعمل اي مجهود ايه اذا ما عم لا ما بيصير سؤال مظابط طيب شيء بتعمله اول ما تقوم من النوم بس فتح يومي برافو كول اوكي وين بتلاقوا نهر بدون مي نهر بصورة لا بصورة خريطة شاب ايك انا شاب كم لك واحدة بردت نم شاب لبان شاب ما بصير ايه ما بصير يا كل لا حياة القرآن أكلت لا والله أكلت لقمة لقمة أكلت لقمة تانية ولا لا ما أكل ما أكلت شربت لبن بدال اللقمة أوكي عم يعتوا أنت يا خمر رأيي أنا لسه ما خلصت نو ما خلصت لسه نو عم بردهم نو إيه تبعك ما هيك كانت ما أكلها والله كان والله كان وحياة الله كان أنا اندمت على هذا الفيديو كانت فكرتي بصراحة نوع من أنواع المأكولات جسمه أسود وقلبه أبيض باذنجان صح كفو والله فشلت بإيدي لا والله أنا بعرف اخرس والله ما لي علاقة بعد غيث والله ما بصير هاي صحني وانا باكل على كيفي انت كل مثل لا مو هيك حاجه اللي مو هيك هيك لا خلص انا الحكم عاد ليش عم ياكل والله هيك كذا 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 ايوه بغم منيح مو تبلع بلع مع كيفك ما كيف مثل السمكه عم يبلع بلع قلت لكم سؤال رهيب خليه يبلع لا عشان ما ياكل بسرعه مره ثانيه طيب باب من انواع الابواب ما فيك تفتحه شو هو؟ باب الجنة؟ لا وأنا هيك أجبه باب النار باب من الأبواب ما فيك باب الحارة؟ ركزوا باب ما فيك تفتحه باب الشعر ما فيك تفتحه لأنه هو باب مفتوح مفتوح ما بصير أنا قربت له إياه وأنا قبل قربت لك الفاص فاص قال لي صار شيء يلا كل صح؟ يلا 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 والله أنا عرفت لي ما دخل أنا اللي أنت يلا والله مفتوح. أنت بدوني فاشل والله حبيبي يلا أصلاً فاشل أنا اللي ساعدتك فيها وهي كتير لقنا صغيرة بس أوكي همشي لك ياها شو هي عاصمة ماليزيا؟ ماليزيا أول حرف أما جماعة شاطرين بالجغرافيا بشكل مو طبيعي فاشلين جداً أدغس؟ لا شفتك ماليزيا 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 طب اول حرف بس اول حرف ك كوالالمبور كوالالمبور يلا ولك يلا يا صدمايه
يا حرام. على كل مره مصغر لك والله صح ساره شفتي والله اكل اللي كنت تحبه الكور كمان ذاك ليش والله كذاب والله انا نابخك والله. طيب شو هي البلد الاوروبيه القريبه من قاره افريقيا؟ قبرص. اوروبيه بلد اوروبيه بلد مو ما قلت ايطاليا. لا بلد اوروبيه قريبه من افريقيا من قاره افريقيا. بلد اوروبيه لك ايه اساس انه عربي لك ايه بدنا نسافر لها بعد شهر كنا. لا شو هاي بلد اوروبيه لك لك الاوروبيه هي وهي فوق فوق المغرب. لا. تمام. لا البرتغال. لا ما بعرف اذا بدك تسافر لها هي مالك قايل لي بركي عامل لك اياها سفرات الثانيه ما شاء الله عليك تروح الاردن ايطاليا اسبانيا ايطاليا اسبانيا. عبول عيني بالمغرب شو هي كانت برتغال لا شو كانت يا كل عفكرة انا اللي انا اللي ساعدتك قلت لك قريبه من المغرب انت فاشل بتقول انت المغرب ما شفت المغرب اصلا بلا قلت فوق المغرب هنسافر عليها بعد شهر رحنا نسافر عليها بعد كل كل لا مو اسبانيا انا وغير مو اسبانيا غير بلد ما شاء الله عليك بس تحكوني معي هو تلخبط بين اسبانيا والفجيرة. لا لا تحكوني ما قدمت وراء الابروفل كل 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 اعطينا اسئله ثانيه شو عم تنفخ عليها هي حره مش سخنه شو هي العمله الرسميه في اليابان ين 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 قاعد هو قال لا ين لا لا والله والله ما باكل اقسم بالله والله ما باكل احذر لي احذر لي لا لو كنت انا مجاوب كان لي كنت والله قلت الين والله قلت الين كنت عم تاكل كنت مو لا والله السؤال اللي جاوبته انا كل لقمه والله مو حقا يلا يلا ياكل انا لو جاوبت صح ما لي علاقه انا لو جاوبت صح كنت انت قلت لي انا كل لقمه كل لقمه يلا انا قلت الين عدل عدل عقل عدل يا لطيف على الوجه ين فن من والله مشكلتك يلا انا صريح انا بلعب عدل شو هي ثاني أكبر دولة بالعالم؟ الصين. ثاني أكبر. الهند. روسيا. أمريكا. أمريكا. بريطانيا. ثاني أكبر دولة. ثاني أكبر دولة. ما مش الصين ولا روسيا؟ قطب الشمال قطب الجنوبي. شو؟ أمريكا مش أمريكا معقول؟ أمريكا أمريكا الجنوبية أفريقيا. أستراليا. كندا. سنة أنت شرتي؟ كندا ثاني اكبر دوله كندا كل يلا 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 حبيبي يلا يلا لا لا هي مو لقمه هي شادو ان شاء الله يا علي عليكم مساكين ليك انا برايي هي قاعده عم تطلع فينا لعب فين هي الفيديو لسه في كثير لا 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 كمان انا والله العظيم مختي مع الدمع لا رئيس اعمل كمان رجل منظر شو هو اسمه؟ طب شوفوا هذا السؤال إذا أنتوا اثنين ما بتعرفوا تجاوبوا عليه أنتوا اثنين حتعقلوا ما حاعطيكم الجواب وبيكون آخر سؤال وآخر سؤال لأنه صعب كثير ترقت أنا وسهل كثير بنفس الوقت شغل المكيف يستر عرضك شغال ما دخل يا مكيف شو اسمه الجهاز اللي بيقيس سرعة الريح؟ بدك تعطينا احتمالات مستحيل أبداً. مستحيل مستحيل سؤال صعب كثير وسهل كثير سرعة الريح الجهاز اللي يقيس سرعة الريح شو اسمه؟ كليو ريح مروحة؟ لا بالانجليزي ولا بالعربي؟ فكروا فكروا منيح انا شو حكيت ركزوا رادار؟ لا اوه جهاز لقياس سرعة الريح اسمه اوه ماي جاد والله كفو والله كفو كول يلا كول كول يلا يا حرام كول والله ذكي طبعا هاي احمد لما قلنا بس العقل صحتين شو بدك تكمل نكمل انا ما عندي مشكله كمل يلا كملي اوه لا هيك الوضع صار بدي اجيب لبن انا بس كمان بس على فكره غيث انا توقعتك ذكي اكثر يعني جهاز قياس سرعه الريح ما بدك كثير تفكر فيها حاول سؤال الاغبياء انا ما فيني جواب طب حارجع حاصلكم من الجغرافيا شوي لانكم فتوا بالحيل بقى ما خلص علبة لبن انا مشروب لسه كامل فيه
على فكرة هاي الثانية لما أنا عملت قط من شوي هو بدلها وأخذ واحدة جديدة. أوكي. هون في 360 على فكرة. أنتوا جماعة 360 مو مشكلة خليك. شايفين كل شيء. أين تتواجد حاسة الشم عند الثعبان؟ ذنبه. لا. بطنه بطنه. لا لا. براسه. ما عنده مناخير. آه ما في شم. لا مبلا. شم؟ تمه؟ لسان؟ صح. قالوا لك. قالوا لك. يلا أخلي. قالوا لك. ختامها مسكين مع علبة اللبن الجديدة. أنا عم بشعر حالياً. قالوا لك والله كثير حدك يعني يمكن قالوا لك ما بدك تكون يمكن المفروض هي تكون حدك اذا ما بياكل لقمة اكبر من هاي كنت عملوا له انفولو جايز يا يا اوكي بما انه على سيرة الانفولو بيان 43 الف من نص المليون غير عملوا له انفولو مشان يعني يوفق اللي ما عمل سبسكرايب يعمل اوه 30 الف شو حتى تحتفلوا بدي اجيب لي خاتم الوان اوه والله حلوه ابو الزوز عملوا بس حسوي لك كت من هون حتضل عندي هون عملوا انفولو مسؤوليتي حتضل هون عندي طيب شباب تسريب لمليون جاب حيجيب خاتم الماس لا تصدقوا لا تصدقوا بنو وعلى وهالسيرة هاي كتبوا لنا تحت الكومنتات شو برايكم اعمل لها حفله لا مسوس وهيك كلام عمل لها حفله تجيب لها فيها خاتم الماس مو مشكله لا تبكي من الحد ولا من الخاتم لا من الحد والله اجي تاخرته اوكي اوكي ان شاء الله الصحه بحب لكم يعني تعيشوا تاكلوا غير صح انا اللي طبخت بس شو سبحان الله المريه اللي طلعت مع العالم والله بعرف الله بيحبها بتعرف شو احنا لازم نخفف ندالة شوي لانه شكلها عم تجي بتضبط معنا الله عم يعاقبكم الله عم يعاقبكم شو عاملين اوكي يا جماعه كان تحدي بصراحه حلو واسئله المسوس كانت حلوه واسئله غيث كانت كثير جد ما عرف يجاوب عليها استني بس عشان اورجيك انك عبيط اسمع اجوبه غيث مش اسئله غيث اجوبه غيث كانت جذبه ما لنا الحل معك اجوبه انت اسئله غيث كانت جذبه الحراره مرتفعه فعال لا انت هيك بالحقيقه اخي انا بالحقيقه انا ما عندي مشكله بواجهك اسوي لك كات من عندك هون موجوده عندي وما حساوي لك كات على حسابك المهم هذا كان الفيديو لليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوه واكتبوا لنا تحت بالكومنتات شو نساوي افكار جديده كمان وان شاء الله الف صحه لكم انتوا الاثنين يا شمس في فيكم يا شمس والله هلا بدناك نتعامل نفس سمحتي ايه هلا بتقولي انتوا تخيلنا الساعه 2 بالليل وعندي شغل بكره مو رايح على الشغل المهم لا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب وتضيفونا حساباتنا موجودين كلاتنا تحت بالديسكربشن وتصبحوا على خير باي باي جايز وهيك بيكون تصوير فيديو اليوتيوب نعم هيك بكل الحقيقة بعد ما قلت الكاميرا خلص بيرجع كل واحد لطبيعته كل واحد يقوم بيقعد بجاوي صح؟ لا كل واحد أنا ما نطلعك أصلا شفتوا شو عمل؟ مهم نلوم نضبضب بالأكل ودا سارت عملنا عشاء أيوة والله كفو ألو وين رايحة؟ وين رايحة؟ البيت احترق؟ صراحة كان التحدي ما كنت متوقع هيك والله أنا ما كنت متوقع هيك اسمع أنا بس حتى تمي شلفطت على السريع بس منيح مرت على خير يعني ما كان كله كان كنا حروح على مشي دايركت هاي جدا سيئة هم جايز I love you all لا هيك كتير رومانسي مسكوها ايه مسكوها تحوا كلهم انتكم برادي الحلو هذا مو برد ثاني باي ذا واي يعني بس ضرب عندك ما دخلك ضرب ما دخلك ضرب بخاف تعالوا ورجيكم الخزانه هم جايز مفروض انه في كبسه هون كمان بال360 تكبسوها فيكم كمان تشتركوا لانكم تربحوا ايفون فهي تكبسوا على اليمين فوق يسار او تحت صار مبين سويس اشتركوا مشان تربحوا او كوسوا عليها مشان تربحوا ايفون ويلا بشوفكم فيديو جديد I love you bye bye